آخ يا لين، رفع بيوجعني. ضروري ماما تخلينا نجي على المدرسة. شو بس انت راسك عني وجعيك، وانا كمان. سلامة قلبكن يا لي يا وليد، كتير مقهورة عليكن. ايه مبين عليك كتير مقهورة. ليك يا فاطمة، معنا ما تحكي. يي ليه عم تحكي معي هيك يا فيتي يا ليا؟ انا فيتك اللي بحبك. انت ما بتحبي الا حالك يا منافقة. شو نسيتي امبارح كيف كنتي عم تضربيني؟ اول شي انا ماني منافقة، وتاني شي امك امبارح هجمت عليكي بدها تضربون، انا كنت عم دافع عن نفسي. مش مزبوط هيدا الحكي. ماما هجمت على الاستاذ اشرف لتضربه، وانت هجمتي علينا لتضربينا. يا ليا يا حبيبتي، انا فكركن انتو رح تهجموا علي تضربوني، فانا هجمت عليكن وضربكن قبل، والحمد لله. الحمد لله انك ضربتينا. شفتي انك منافقه ومتوج. انا بنتوج؟ انا عارف انه ماما خلفتني بوج واحد هو بادما البقدوم الهلوي. انت حلوه، انت ما كل جمالك مزيف، مكياج وشعر مستعار. شو؟ انا جمالي مزيف وبحط مكياج وشعري مستعار؟ لا هيدا الحكي مش مزبوط، انا جمالي من الله. ليه يا فاطمه صرعتوني؟ كل يوم بدكم تعملوا مشاكل. اول شي ما اسمح لك تحكي عن فيتي ليه وعني هيك، وتاني شي يلي ما عجبو في اللي من الصف الباب بيسعى جمال. والله شو هالحكي هيدا؟ قولوا في ناس عم تدرس. هلا انت عملت لي فيها البنت الشاطره يعني؟ اسمعي يا ليا. ايه عرايك يا فاطمه، مفكره حالها حالة الشاطره. اول شي اختي حالة شاطره غصب عنكن، وتاني شي مبين انه غيرانين منا. على شو بدنا نغار منا؟ والله لانها حلوه وشاطره. شو سمعيني، مين الحلوه بعدي انا؟ ما في حدا حلو بهيدا الصف، مش هيك يا ليا يا حبيبتي؟ ايه صح معك حق. شيلي المكياج وشيلي شعرك الملون الاصطناعي وبيروح كل جمالك. مفكره حالها حلوه؟ قال وحده منافقه. اذا ما بنتقم منك على الضرب يلي ضربتيني امبارح ما بيكون اسمي ليا. حبيبتي يا ليا، اكيد عم تقولي بقلبك عني انه انا بشعه وانه انا جمالي مزيف عباره عن مكياج وشعر مستعار، بس فشرتي جمالي طبيعي. قيام جلوس. اليوم يا تلاميذي يا حلوين عيد الاستقلال، كل عام وانتو بألف خير. وانت بخير يا معلمة. عيد استقلال؟ شو يعني يا معلمة نور؟ فاطمة، عيد الاستقلال هو لما لبنان تحرر من الانتداب الفرنسي. وانا شو خاصني بهيدا العيد؟ انا عيدي بسريلانكا. فاطمة انت منك بسريلانكا، انت بلبنان ولازم تحتفلي معنا بهيدا العيد. ايه لا انا ارفض هيدا الشيء، انا ما احتفل الا بعيد بلدي سريلانكا. فاطمة مش عزوك، بدك تحتفلي معنا قبلتي او ما قبلتي؟ يا عمي كيف تفهم هيدي المعلمة؟ كيف تفهم؟ انا ما بدي احتفل الا بعيد بلدي. معلمة نور شو بدك بفاطمة؟ يلا خلينا نحتفل. مليكة اول شي ما حدا حكي معك، تاني شي ممنوع حدا يحتفل بهيدا الصف لانه مش عيد بلدي. فاطمة اذا مش عاجبك عيد استقلال لبنان روحي على بلدك سريلانكا. شو عم تطرديني من لبنان؟ ماما فاطمة مين عم بيسألك يا ماما؟ ماما الحقيني، انا قاعدة بغابة بين وهوش عم بيزلوني لانه انا مش من لبنان. شو عم بيزلوكي لانك مش من لبنان؟ معلمي نور انتي ما تخافي الا ولا تعي لي فنيه، انتو ما تخافوا الا ليا وليني الشريرات. انتو ما بتخافوا الا لانكم شريرات. اسينات ما حدا عم بيزلها لبنتك، اليوم الليله انه عيد الاستقلال ولازم تحتفل معنا، وهي ما قبلت الليل لانه بلدها سريلانكا. عشان هيك برافو عليك يا ماما، ما تقبلي تحتفلي ببلد غير بلدك. يس ماما انا ما اقبل احتفل ببلد غير بلدي، بس هني بدهم ياني احتفل بالقوه معهم.
برافو عليكي ماما، انت بنت وطنية ومش عاملة لبلد غيرك. مس نور ما تضغطوا على بنتي، اوكي؟ أسينات إذا بنتك ما بدها تحتفل معنا خديها وطلعيها من المدرسة. شو؟ طلعيها من المدرسة؟ ماما بدك تحتفل بعيد استقلال لبنان، أحلى عيد بالعالم. تسلم يا عسكر لبنان يا هام استقلالنا، عالي جبينك بالميدان وعالي أرز جبالنا. اوكي ماما رح احتفل غصب عني. وهلا يا تلاميذ قبل ما نبلش حصة الطبخ بدي وزع عليكم أعلام لبنان وبدنا نسمع النشيد الوطني. لشجرة الأرز ولطبيعة لبنان الخضراء. معلمي نور اللي بعد فيه بلبنان خضار ما صار كله بنايات باتون. فاطمة لبنان صار كله بنايات باتون ونحن مبسوطين ببلدنا، انت مخصيك. عشو مبسوطين هلقد بلبنان؟ كهرباء ما في، مي ما في، طرقات ما في، مساري ما في، زباري في. فاطمة الله ينكد عليك عيشتك مثل ما نكدت علينا اليوم بعيد الاستقلال. الله معك حق يا معلمة، الله ينكد عليك يا بابا.
ولهون بتكون انتهت حلقتنا من مسلسل علي فنية بالمدرسة. جمهورنا الحبيب مثل ما شفتوا اليوم كان عيد الاستقلال بلبنان، وبادما مثل العادة بتغار كتير وما بتحب إلا حالها وبلدها، وبس عرفت انه عيد الاستقلال وبدهم يحتفلوا ولد عائلة فنية والمعلم نور، وغارت وصارت تنكد عليهم عيشتهم وقرفتهم عيد الاستقلال. انطروا الحلقات الجاي لانه كتير كتير مضحكة وفيها احداث، ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقات لكل رفقاتكم وقرايبكم وفجروهم باللايكس، ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي راح تحبه كتير وتقدم له افضل واجمل الاعمال. الى اللقاء في الحلقات القادمة. عائلة فنية بالمدرسة.